واحد من أهم أخبار اليوم جاء من ليبيا، فوثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت فقدان 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من أحد المواقع في ليبيا. البيان السري كان للمدير العام للوكالة، ووصلت نسخة منه للإعلام، وفيه بيقول أنه في زيارة تفتيشية لموقع من اللي كانت مخزنة في كميات من اليورانيوم الطبيعي، وهذه الزيارة تأجلت سنة عشان الأوضاع الأمنية في ليبيا. الآن لما قامت فيها الوكالة لقيوا المفتشين أنه في 10 أسطوانات بتحتوي على 2.5 طن من اليورانيوم موجودة في الموقع. وتابع البيان أن الوكالة رح تكمل إجراءاتها علشان تعرف ملابسات إزالة اليورانيوم من المكان اللي تم التحفظ على اسمه، وما قيل عنه إلا أنه مو تحت سيطرة الحكومة. هذا الإعلان قلب الدنيا أولا سياسيا، يعني أسئلة مين اللي سرقوا، كيف انسرقوا، مين له مصلحة، وهذا النوع من الأسئلة. لكن كمان على الجانب الآخر قلب الدنيا مخاوف بتتعلق بالسلامة وانتشار الأسلحة، خاصة من قبل خبراء حظر الانتشار النووي. فهؤلاء ووكالة الطاقة بيحذروا أنه الجهل باستخدام هذه المواد يمكن يشكل خطر إشعاعي. هذا غير أنه قالوا كمان أنه كل طن يورانيوم طبيعي ممكن يتحول ل 5.6 كيلوغرام مواد مستخدمة في الأسلحة، وهذا بيجعل العثور على المعدن أمر المفقود أمر عاجل وخطير. حقيقة هنا يعني في أسئلة كثيرة صراحة. أولا كل طن يورانيوم بيعمل 5 كيلو مواد مستخدمة في سلاح فقط، هذا يعتبر كثير وخطير يعني. ثانيا قد إيش خطر أنه ينسرق هذا اليورانيوم، وأصلا اليورانيوم بيكون بأي حالة مخزن، وأي أحد ممكن يصنع منه سلاح يعني الآن يعني، ولا لا الموضوع يحتاج معرفة أو مثلا يعني منشآت ضخمة يعني. على العموم من الإسكندرية دكتور علي عبد النبي، نائب رئيس المحطات النووية سابقا وخبير الطاقة، أهلا فيك معنا دكتور علي. أول شيء الكمية اللي بنتكلم عنها، وبتقول وكالة الطاقة أنه لازم يتم استرجاعها على الفور، هي فعلا كمية يعني خطرة لهذه الدرجة؟ طبعا يعني أنا أولا بشكركم على استضافتي في البرنامج. الموضوع امبارح يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتكلمت، صدر منها تقرير عن هذا الموضوع، والكمية طبعا لا يستهان بها، 2.5 طن 10 اسطوانات، هو من خام اليورانيوم، ممكن يكون خام طبيعي أو ممكن يكون خام منقى اللي هو العجينة الصفراء أو الكيكة الصفراء. هم قالوا أنه هي الكعكة الصفراء أو الكعكة الصفراء، يعني أيا كان اليولو كيك بيسموها اليولو كيك. ف الكمية دي كمية كبيرة. أولا ما فيش جهة حكومية ليبية يعني قالت أن هي المسؤولة عن هذا الموضوع. طبعا الموضوع أنا شايف أنه هو تحت مسمى سرقة، سرقة مواد نووية. طبعا الخوف ان هو يصل الى ايادي الجماعات الارهابيه لان ممكن يستخدموه. النهارده القنابل النوويه القذره بتستخدم العجينه الصفراء او يعني تبودر كبودره يعني، او بتستخدمه كخام يورانيوم اكسيد يورانيوم. طبعا الاشعه اللي بتطلع من بس معلش بس دكتور، لما تقول كيكه ايش يعني؟ يعني هو نفس الخامة اللي جاية من باطن الأرض، لكن حصل لها نوع من الرش ونوع من التنظيف، بحيث إن هي كانت يعني تبقى يورانيوم خام صافي، ما يبقاش معاه شوائب أخرى. طيب الآن الجهة اللي سرقتها يعني تقدر بكل سهولة مثلا إنه تعمل منها سلاح يعني؟ ممكن تعمل منها قنبله قذره، قنبله نوويه القذره. القنبله النوويه القذره ده بتاخد الباودر ده او البودره دي، ايوه اللي هي البودره المشعه، وبتحاول تنشرها في الجو بحيث ان يعني الناس تستنشق هذا التراب او هذا العفره، بيدخل في صدرها او بينزل في التربه، النبات بيمتصه، الحيوان بيبقى فيه المواد المشعه دي. طبعا على المدى الطويل بيحصل تجمع، ويعني تجمع يعني جرعات متراكمه ممكن يسبب سرطان، ايوه خصوصا سرطان الرئه، وده فيها خطوره كبيره يعني. طبعا فيها خطوره كبيرة.
طيب قد ايش شائع هذا الموضوع انه فجأة كده ينقال انه في يورانيوم اختفى؟ والله هو ده الخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية هم اللي اكتشفوا هذا الموضوع، وممكن يكون في حاجات تانية وما اخفى كان اعظم، الله اعلم ايه اللي موجود تاني يعني، لان طبعا ليبيا غير مستقرة. ايوه يعني في جزء يعني طرفين بيتنازعوا على حكم ليبيا ومشاكل بينهم وحروب بينهم، فطبعا الاداره ايوه طبعا في ازمه امنيه وفي جهات كثيره حتستفيد ممكن من سرقه هذه المواد وحتى بيعها سواء في السوق السوداء او بيعها لدول او 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 الجماعات الارهابيه ده الانفايرومنت الممتاز لها ان هي تنشر الفساد في المجتمع اللي هو منحل زي المجتمع الليبي، سياسيا منحل يعني ما فيش دوله ليبيا، فين دولة ليبيا دلوقتي؟ ما فيش. انه قصدك ايوه انفلات امني يعني في من ناحية الامنية. طيب اوكي فالجماعات ممكن تستغلها. ايوه تمام. طيب يعني كيف لما بيجوا بيسرقوها؟ بس يعني هي الواحد لما بيشوف البيانات هذه يعني بيحس انهم كانهم يعني جايبين انه كده سياره ومحملين اليورانيوم وطالعين فيه، هم كده بيعملوها فعلا؟ صح. اوكي هو خلي بالك ال 2.5 طن دولت يعني حجمهم صغير مش كبير. أيه. لان اليورانيوم كثافته عاليه 19 مره من كثافه الميه. اوكي فهو بيبقى حجمه طب قيمته الماديه هذا مثلا هذه اللي بنتحدث عنهم الاثنين طن قد ايش ممكن تكون؟ يعني هو الاوقيه بتوصل حوالي 40 دولار. اوكي يعني الاوقيه بتوصل حوالي 40 دولار. بس انت بتتكلم مع واحده صفر اوقيه صفر رياضيات صفر كده، فيعني يعني اعطيني كده بشكل عام 2 طن بكم يعني؟ لا يعني انا عشان احسبها دي هتاخد وقت يعني انا انا لكن يعني هو غالي مش رخيص، لان التعدين فيه أيوه. او المايننج فيه بياخد تكاليف عاليه ايوه، فهو هو غالي الطن غالي يعني انا ممكن يعني الكيلو ب100 دولار مثلا يعني ممكن اكتر من 100 دولار ممكن اكتر من 100 دولار. اوكي طيب احنا بنشكرك على هذه المداخله. كان معنا من الاسكندريه دكتور علي عبد النبي نائب رئيس المحطات النوويه سابقا وخبير الطاقه، شكرا لك.